للفلتر، فراح يؤدي إلى تكوين ضغط سالب. هذا الضغط السالب يؤدي إلى الهواء اللي محصور داخل جزيئات الفلتر بالتوسع، لأن يصير ضغط سالب بالعكس بالتوسع، فراح يسوي الاير بايندينج. هاي راح يسبب لنا مشاكل كلش كبيرة بالفلتر، من عدها تمنع الفلتر من العمل، فلذلك يجب غسل الفلتر مباشرة إذا كان عندكم علم أو عرفتوا أنه صاير اير بايندينج. المشكلة الثانية اللي هي المادي اكيوميليشن. أنت الفلتر قاعد شغله يسحب المي من يسحب المواد العالقة من المي، قاعد يزيلها. هذا المواد العالقة هي عبارة عن أطيان، جزء من عدها، فهذه الأطيان راح تبدي تتكلس وتترسب على جزيئات الفلتر، تسوي طبقة. هذه الطبقة ممكن أن تؤدي إلى تشققات، وهاي التشققات يمكن أن يستخدمها المي حتى يمشي مباشرة داخلها دون فلترة المي. فلذلك لما نصير من تحس أنه مستوى المي صار غير جيد، يجب إعادة غسل الفلتر بأسرع وقت ممكن. واحدة من المشاكل هي الفلتر بيد شرينكج، هاي المشكلة الثالثة. هذه مثل ما قلت انه الفلتر راح يبدي يجمع الاطيان من المي، هذه الاطيان راح تتكلس حول جزيئات الفلتر، وبالضغط من تغسل الفلتر راح يتوسع الفلتر، هاي الجزيئات راح تنحشر في مكان معين، تاخذ جزء من الفلتر، من ترجع تستخدمه تنضغط راح يصير اكو كراكات بيها، هاي الكراكات راح يمشي بيها المي، يؤدي الى تلف في عمل الفلتر. شلون نقدر نتخلص من هذه المشكلة؟ طبقة الفلتر بفد مراوح شفرات نحركها بشكل هائج ونغسلها بحيث نتخلص من الأطيان المتجمعة على البارتيكل، أو نستخدم محلول حامضي، نغسل محلول حامضي حتى نزيل المواد العالقة أو المواد اللي تكلست على الفلتر، أو تزيل هالطبقة كلها إذا صار بها شرينكج وكراكينج، تزيل الطبقة نهائيا وترجع تخلي طبقة جديدة من مادة الفلتر. أكو أيضا مشكلة رابعة بمشاكل الفلاتر، اللي هي separation of gravel. مثل ما قلنا الحصو يصير داخل بالأسفل دائما، وين الديستريبيوشن سيستم اللي هو هذا. في بعض الأحيان هذا الديستريبيوشن سيستم أنت قاعد تدفع المي في ضغط معين بحيث تسمح للمي بالانتشار بشكل متناسق على الفلتر. في بعض الأحيان جزء من فتحات الديستريبيوشن سيستم تنسد، فراح شي يصير الضغط راح يتحول من هذه الفتحات، أنت قاعد تضغط بمستوى معين وتوزع على كامل الفلتر، هذه انسدت هذه انسدت، فراح يؤدي للضغط نفسه راح يصير على فتحات معينة، هذه الفتحات راح تدفع المي للأعلى بقوة أكبر من اللازم، فتؤدي إلى دفع الجرافل إلى الأعلى وانتشاره مع الفلتر ميديا. هذه المشكلة ما إلها حل غير أنه تبدل الفلتر، تشيل الفلتر وترجع تحط طبقات جديدة حتى تقدر تستخدمها. واحدة من أهم العمليات اللي نستخدمها في الرابت ساند فلتر هي الفلتر باكوش، عملية غسل الفلتر. يجب غسل الفلتر بعد كل عملية فلترة، كل ما تستخدم الفلتر يجب أن تغسله. تختلف فترة استخدام الفلتر، إذا كانت نوعية المي جيدة جدا، يعني بالسيديمنتيشن تانك أزلنا كمية كبيرة من المواد العالقة فصار المي شبه نقي، فاحتمال الفلتر نقدر نستخدمه إلى أسبوع كامل أو فترات أقل. المي المعالج من الفلتر، من راح نعالج مي بالفلتر راح يكون نقي 100%، راح يروح إلى خزان، نقدر نستخدم ماء هذا الخزان الليفيتد تانك حتى نرجعه بالعكس ونغسل الفلتر به. إذا لازم تكون سرعة الباكوش تكون كافية حتى تسوي تهيج بالفلتر، بحيث المواد العالقة داخل الفلتر تنزال من عنده يكون الفلتر نظيف. لكن إذا كانت هذه أكثر من اللازم، باكوش ريت أكثر من اللازم، ممكن أن تهيج الفلتر مثل ما قلنا وتدمج الحصى مع الرمل وتسبب لنا مشاكل، فلازم تكون في نسب معينة. قلنا وين نحتاج، متى نحتاج الباكوش؟ إذا كان الهيد لوس عالي بمستوى معين
لازم يتوقف عمل الفلتر وانك نعيد نغسله، او تبدا المواد العالقه داخل الفلتر تبدي تنفذ من الفلتر وتخرج مع المياه النقيه، فلذلك يكون مستوى المي مو جيد، لازم نتوقف ونعيد غسل الفلتر، او لفتره معينه مثلا اشغل الفلتر لاسبوع او يوم يومين، وكل يومين انا اغسل الفلتر. هاي الفترات لازم اهتم بيها واعيد غسل الفلتر. هذه فد مقارنه بسيطه بين السلو ساند فلتر والرابد ساند فلتر. هاي مجموعه نقاط هنا انا حاكيها بشكل نقاط، بس ملخص لكم اياها بهذا التيبل. اهم نقاط المقارنه هي البيس ماتيريال للسلو ساند فلتر، جزيئات يكون اقطارها من 3 الى 65 ملم، والعمق مالتها من 20 الى 25 75 سنتيمتر، بينما بالرابد ساند فلتر الاقطار مالتها من 30 الى 45 والعمق مالتها من 60 الى 90. الفلتر ميديا او الفلتر ساند الميديا الافكتيف سايز لها من 0.2 الى 0.4 ملم، وبينما بالرابد ساند فلتر من 0.35 الى 0.55. اليونيفورميتي كوفيشنت من 1.8 الى 3، هنا 1.2 الى 1.8. هاي نقاط المقارنه بيناتهم. الفلتريشن ريت تكون كلش واطئه 120 الى 360. طبعا الفلكسيبيليتي نقطه مقارنه كلش مهمه بين السلو ساند فلتر والرابد ساند فلتر، الا وهي انه السلو ساند فلتر مو فليكسبل، ما نقدر نغير الديماند عليه، هو يشتغل بريت معينه والريت كلش قليله مثل ما قلنا من 9 الى 36، بينما بالرابد ساند فلتر فليكسبل نقدر نغير الديماند اليه. البوست تريتمنت ريكوايرد يعني نحتاج معالجه بعد ما يخرج المي من الفلتر. على الاغلب احتمال نحتاج تعقيم للمياه اللي تخرج من السلو ساند فلتر، او لان هو على الاغلب يكون سيف يعني ما يحتاج اي ديسنفكشن، لكن بالرابد ساند فلتر الديسنفكشن لازم يتعقم المي حتى توصله للمستخدم. طرق التنظيف للفلترين للسلو ساند فلتر، الطبقه العليا تزال الطبقه العليا اللي هي 1.5 الى 3 سنتيمتر، 1.5 الى 3 سنتيمتر تزيلها من الفلتر وتضيف طبقه جديده وتستخدمها. بالنسبه للرابد ساند فلتر لا، الباك واش نرجع المي بالعكس وبضغط معين راح يؤدي الى تهيج الفلتر وازاله المواد العالقه. الهيد لوس من النقاط المقارنه المهمه، بدايه عمل الفلتر الهيد لوس دائما بالسلو ساند فلتر 10 سنتيمتر، وبعدين تتطور بعد تكلس او ترسب المواد العالقه تتطور من 0.8 الى 1.2 متر، هاي بالنسبه للسلو ساند فلتر، بينما بالربد تبدي ب 0.3 هيد لوس ويوصل الى من 2.5 الى 3.5 متر بعد ما يعمل الفلتر وتوصل الى مرحله الغسل. هذا اني نقاط المقارنة بين السلو ساند فلتر والرابد ساند فلتر. موضوع جدا مهم آخر اللي هو الهايدروليكس أوف فلترز، شلون قاعد تشتغل الفلاتر، شنو الأمور المهمة اللي واحد لازم يأخذها بنظر الاعتبار. واحد من أهم الأمور هي الهيدلوس بالكلين فلتر، الفلتر النظيف. أول ما غسلته سأنا غسلت لي فلتر اشتغلت بفترة معينة بعدين غسلته، فهسه راح يبدي يشتغل من جديد. شنو الهيد لوس اللي يصير بداخل هذا الفلتر؟ اكو معادلتين عندنا مهمات هن الجارمن والروس فارمينج. الهيد لوس بالكلين فلتر، الكلين الفلتر النظيف اللي استوني قاعد اشتغل به، يساوي لنا الفريكشن فاكتور على الشيب فاكتور في 1 ناقصا البوروسيتي على البوروسيتي في طول او عمق الفلتر على الدايمتر للبارتيكلز في سرعه الترشيح على الجرافيتي. هذني الامور اللي مهمه. الفريكشن فاكتور هو معامل الاحتكاك بين المي اللي داخل الفلتر وجزيئات الفلتر، واللي نقدر نلقاه من هذه المعادله اللي يساوي 150 في البوروسيتي على الرينولد نمبر. هذا هنا الريلوند نمبر في 1.75. معادلة روز تختلف قليلا. الهيد لوس يساوي من الدراج كوفيشنت اللي حسبناه في محاضرات سابقة في 1.067 على الشيب فاكتور
في واحد على البوروسيتي، في طول الفلتر، سرعة الترشيح تربيع على الدايمتر للبارتيكل، في الجرافيتي. هذين المعادلتين الأساسيات اللي نقدر نحسب من عندهن الهيد لوس بالفلتر النظيف اللي ما بي أي مواد عالقة استوني قاعد استخدمها. راح نبدي نحكي على الأمور اللي موجودة بالمعادلتين. أولا الـ H قلنا هو الـ head loss بالكلين فلتر بيد بالمتر، هذه نحسبها. الـ F هو الـ friction factor، وقلنا منين نلقى من يا معادلة. الـ phi هو الـ shape factor اللي هو يساوينا A not over A. شنو الـ A not والـ A شنو؟ الـ A not هي مساحة الحجم المكافئ للبارتيكل الدائري. يعني أنا عندي أكو بارتيكل بالفلتر دائرية وكو بارتيكل مو دائرية، فالشيب فاكتر لهذه البارتيكل أو لهذه البارتيكل يساوي إن مساحة هذه مساحة الإكويفلنت فوليوم، يعني نفس حجمها بس دائري 100%. فهسه بالنسبة لهاي الدائرية، خلنا نفرض هي هاي الدائرية، فإذا كانت المساحتين هي دائرية كروية متجانسة، فالمساحتين متجانسة إلهن، فالشيب فاكتر إلهن واحد. بينما هنا بالعكس راح يكون الشيب فاكتور للبارتيكل اللي مو دائريه يساوي انه نفس الحجم البارتيكل الدائريه على حجم البارتيكل اللي مو دائريه اللي يصير بيها في الشكل معين. هو هذا الشيب فاكتور. بالنسبه لل هذا يعتمد، الشيب فاكتور يعتمد على الفلتر ميديا. اكثر قيمه نقدر نحصلها للفاي هو واحد، قلنا اذا البارتيكل هي كرويه فماكو داعي نحسب لها الشيء فاكتر، هو الشيء فاكتر لها واحد لان قلنا نفس المساحه، مساحه على نفسها تساوينا واحد. البوروسيتي هو مساميه الفلتر ميديا، يعتمد على هو بدون وحدات، ويعتمد على نسبه الفراغات اللي موجوده داخل الفلتر ميديا، واللي تساوي لنا حجم الفراغات على الحجم الكلي لماده الفلتر. ال L هو طول الفلتر ميديا او العمق مالتها، يعني هسه هذا الفلتر عندنا هنا هاي الفلتر ميديا من هالمكان لهالمكان، فال L مو بالاتجاه المباشر للشاشه، هو العمق، هو هذا العمق، هو هذا العمق، هو ال L عمق الفلتر ميديا. رينولد نمبر هذا واضح احنا حسبناه سابقا بالنسبه للشبكات، لكن هنا شوي يختلف الرينولد نمبر بالنسبه لحركه المي داخل الفلتر للسفير. الرينولد نمبر يساوي انك كثافة المي في قطر كريات الفلتر، او في سرعة الترشيح على اللزوجة الديناميكية للمي. هذا قانون رينولد نمبر. مثل ما قلنا الـ PW هو density كثافة المي، والـ VF هي سرعة ترشيح المي داخل الفلتر، واللي نقدر نلقاها ايضا من هذا القانون. سرعة الترشيح تساوي انه تصريف الترشيح على مساحة الفلتر. مثل ما قلنا الـ AS هي مساحة الفلتر، الـ D هو قطر الحبيبات، والـ AF هو التصريف، والـ Mu هو الـ Dynamic Viscosity of Fluid، هو اللزوجة الديناميكية اللي نلقاها بالكيلوغرام على المتر في سكند، اللي هي باسكال سكند، وحدة الباسكال سكند. ملاحظة كلش مهمة ألا وهي الكي، وهي الكاينتيك فيسكوسيتي للمي، تساوي لنا اللزوجة الديناميكية على كثافة المي. هذه ممكن أن نستخدمها، هذه القيمة ممكن أن نستخدمها بدلا هذين الاثنين هنا، فراح يكون القانون هو الدي في الفي اف على الكاينتيك فيسكوسيتي. ممكن هذا القانون نكتبه بهذه الصيغه، اذا استخدمنا الكاينتيك، يعني احتمال بالسؤال يجيك يعطيك الدايناميك فيسكوسيتي لميو، او يعطيك الكاينتيك فيسكوسيتي اللي هي الكي. السي دي مثل ما قلنا هو نيوتن دراك كوفيشنت، وحسبنا احنا سابقا اللي يساوينا رينولد نمبر 24 على رينولد نمبر زائدا 3 على جذر رينولد نمبر زائدا 0.34. نقدر نلقى الشيب فاكتور، اكو قيم ثابته للشيب فاكتور مكان ما تحسبها باستخدام القانون اللي حكينا عليه سابقا، اللي هو هذا يساوي لنا مساحه الحجم الموافق للسفير على حجم الكره الاصليه. تقدر تلقاها مباشره هنا، مثلا اذا كان عندنا فنس منسف ليك الشيب فاكتور لها 0.28،
الكراشت جلاس 0.65، الانجلر ساند 0.37، ووم ساند 0.89، والسفيريكال مثل ما قلنا هو نفس الحجم فيكون الى 1. هذا مثال نحله شوي نتعلم شلون نستخدم هذه القوانين. Determine the head loss of a in a filter bed composed of 3 cm 30 cm of uniform anthracite with an average size of 1.6 and 3 cm of uniform sand with an average size of 0.5. For filtration rate, هذا التصريف عندنا هنا باللتر بير منت 160 لتر لكل متر مربع من مساحة الفلتر في المينت. افرض انه درجة حرارة التشغيل هي 20 سيليزية، واستخدم قانون روز للحسابات، وافرض الشيف فاكتور هو يساوي 1 والبوروسيتي يساوي 0.4 واللزوجة الديناميكية للمي هي 1.003 في 10 ماينس 3 كيلوغرام لكل متر في سكند. هذني المعلومات اللي متوفرة عندك. فهسه المطلوب بالسؤال هو إيجاد الهيد لوس بالفلتر اللي بيه مادتين. إيجاد الهيد لوس بالفلتر بيه مادتين، الأولى هي الفحم والثانية سمك الطبقات 32 سنتيم، والأقطار للأنثراسايت 1.6 وللرمل 0.5، وعندك مجموعة من المعطيات. شلون تحل هيك سؤال؟ فلازم نلقى الهيد لوس لكل طبقة، للأنثراسايت وللرمل. الهيد لوس يساوي ان هذا القانون اللي هو قانون روز. الفيلوسيتي هنا عندنا سرعة الترشيح، نلقاها من هذا القانون. سرعة الترشيح تساوي لنا 160 على 60، هذا تحويل طبعا، ماكو اي شيء سويناه. 160 على 1000 حولناها المتر المكعب، فاختصرنا المتر المكعب هنا، اللتر صار متر مكعب ويا المتر المربع فصارت متر بير منت، وقسمناها على 60 حتى نحولها متر بير سكند. فتحويل هذا هنا اللي صار كله عبارة عن تحويل من اللتر لكل متر مربع لكل منت، سواء صارت متر لكل سكند. لازم نلقى أيضا الدراك كوفيشنت. الدراك كوفيشنت لازم نلقى، فلازم نحصل على رينولد نمبر، ورينولد نمبر قلنا هو يساوي لنا كثافة المي في قطر الحبيبة في سرعة الترشيح على اللزوجة الديناميكية للمي. فكثافة المي هنا هي 1000 حسب درجة الحرارة هي 20، سرعة الترشيح هي 2.7، وقطر الحبيبة للأنثراسايت هنا موجودة عندنا هي 1.6، قسمناها على 1000 حتى نحولها من مليمتر إلى متر، نوحد الوحدات، واللزوجة الديناميكية هي هذه. نطبقها راح يطلع عندنا رينولد نمبر 4.26. ندخل رينولد نمبر في معادلة الدراك كوفيشنت، راح نحصل على دراك كوفيشنت 7.43. واضح أعتقد تطبيق مباشر للقوانين، ما يحتاج واحد يفسر بيه أكثر. ندخل الدراك كوفيشنت قانون الهيد لوس، راح نحصل على هيد لوس 0.042 متر. هذا الهيد لوس داخل طبقة الأنثراسايت فقط. إذا تجون لهنا تشوفوها هو الهيد لوس بطبقة الأنثراسايت. الهيد لوس بالنسبة للساند كذلك نفس التطبيق، راح نطبق نلقى رينولد نمبر، نطبق قانون رينولد نمبر كثافة المي في سرعة الترشيح على قطر حبيبات الرمل اللي هو 0.5 على كثافة المي، طلع 1.33 هذا الرينولد نمبر. الدراك كوفيشنت نطبق قانون دراك كوفيشنت راح يكون 20.2. ندخله بقانون الهيد لوس بالنسبة لروز، راح نحسب الهيد لوس يكون 0.365. هذا الهيد لوس بالرمل. الهيد لوس بالرمل، إذا التوتال هيد لوس بالفلتر كله هو الهيد لوس بالأنثراسايت زائد الهيد لوس بالساند، فراح يكون 0.04. إذا تشوفون هنا الهيد لوس بالأنثراسايت كلش قليل مقارنة بالهيد لوس داخل الرمل، لأن مثل ما قلنا حبيبات الأنثراسايت تكون حجمها أكبر من حبيبات الرمل، فالهيد لوس البورز اللي تصير موجودة داخل الأنثراسايت تصير شوية أكبر، حجمها أكبر، فحركة الماء تصير أسرع، فهيد لوس يصير أقل.
فالهيد لوس هنا اقل هو 0.042 زائد 0.36، فراح يكون التوتال هيد لوس 0.407 متر بالفلتر كلين فلتر. هذا الفلتر استوى بادي يشتغل، ما مشتغل لحد حاليا، يعني استوني غاسل الفلتر وما عندي اي، ما مشتغل اي مواد عالقه داخل الفلتر ما موجوده. هذا مثال ثاني is made of 0.4 millimeter size granular sand برمل. العمق مالت الرمل، عمق الرمل هو 750 مليمتر، والبوروسيتي لهذا الرمل هو 42%. استخدم معادلة روز حتى تخمن الهيد لوس بالكلين بيد آت فلتريشن إذا كانت الفلتريشن ريت 120. الكاينتيك هنا بالمثال السابق كان مطينا الدايناميك فيسكوسيتي، هسه هنا مطينا الكاينتيك فيسكوسيتي، هو هذا الاختلاف بين المثالين. كذلك الفلتريشن ريت موجودة عندنا، نوجد رينولد نمبر من الفلتريشن في الدايناميك على الكاينتيك فيسكوسيتي. إذا القانون السابق كان الرينولد نمبر يساوي كثافة المي في الفلتريشن ريت في الدايميتر على الدايناميك فيسكوسيتي اللي هي الميو. هذا القانون السابق، قلنا احنا الكاينتيك فيسكوسيتي تساوي لنا الميو على كثافة المي، فبس استبدال هذني الرمزين بالكاينتيك ونحسب، نرجع نحسب رينولد نمبر، راح يطلع عندنا رينولد نمبر 0.5 من تطبيق القانون هذا. الدراج كوفيشنت تطبق القانون راح يكون 48.1. من نطبق الدراج كوفيشنت بمعادلة روز راح نحصل على هيد لوس هذا الفلتر 0.833 متر، لأن هو طبقة واحدة من الرمل، ماكو عندنا أنتراسايت أو غير طبقة أخرى. هسا هذا حكينا هنا الهيد لوس بالكلين فلتر، هذا المثالين إذا كان الفلتر نظيف يعني استوى مغسول وأرد أرجع أستخدمه. شلون أحسب الهيد لوس إذا كان الفلتر مستخدم يعني صار لي فترة مستخدمه؟ بس الهيد لوس ديورينج فلتريشن نون كلين فلتر، يعني الفلتر قاعد تستخدمه صار لي فتره، مثلا صار لي ساعتين او ثلاث ساعات تجمعت بيه كميه من الاطيان، قلنا كل ما تتجمع كميه الاطيان راح تغلق جزء من المسامات الموجوده داخل الفلتر فتؤدي الى ازدياد الهيد لوس. شنو القانون هنا؟ القانون الهيد لوس في اي وقت معين، في اي وقت يساوي ان سرعه الترشيح في الاي زائدا بي في الفوليوم فلتر. شنو معنات هذه؟ H لل T هو الهيد لوس في أي وقت، أي وقت تحتاجه، بعد ساعة بعد ساعتين بعد ثلاث ساعات من عمل الفلتر هذا الهيد لوس بهذا الوقت. ال VF هو الفلتريشن ريت، ما عرفتوها هذه متر بير دي. ال A وال B هي محددات تعتمد على الفلتر ميديا، خواص الفلتر ميديا، هاي راح نلقاها عن طريق لازم نعرف معلومات عن الفلتر قد اشتغل شنو الهيد لوس صار بيه راح نعرفها. والفي فلتر هو حجم المي اللي يتنقى داخل الفلتر بمساحة معينة. هسه راح نحل مثال معين ونشوف شلون نقدر نستفاد من هذا القانون. مثلا هذا المثال نقدر نفتهم من عنده شلون نقدر نحسب الهيد لوس للفلتر مستخدم. المثال فلتر هذا هيد لوس، فلتر بالهيد لوس 0.3 من هو نظيف يعني مغسول وراجع مستقر، زائدا 1.0 هنا وصارت 1.3 بعد 24 ساعة، يعني كان هنا مغسول ومستقر هنا بعد 24 ساعة، وفلتريشن ريت كانت 1.5 هنا عندنا متر مربع، هاي المربع ما كاتبينه. استيميت ذا هيد لوس بوث ايميديتلي مباشرة بعد الغسل and 10 hours later if the filtration rate changed to 2 liter per meter second. فهسه عندنا احنا فلتر بعد الغسل مباشرة كان الهيد لوس بي 0.3 وورا 24 ساعة صار 1.3 والفلتريشن ريت كانت 1.5. ايش قد الهيد لوس مباشرة بعد الغسل وبعد 10 ساعات اذا الفلتريشن ريت تغيرت الى صارت 2، يعني تغيرت عندنا الفلتريشن ريت. حتى نحل هذا السؤال اول لازم نلقى الاي والبي. شلون
هسه عندنا هنا الهيد لوس في اي وقت يساوي لنا الفلتريشن ريت الاي زائد البي في حجم الماء المفلتر. فشلون نلقى الاي والبي؟ اولا شلون نلقى الاي والبي؟ نطبق القانون بالمعلومات الموجوده عندنا. الهيد لوس كان 0.3 لما الوقت صفر بعد ما مشتغل الفلتر. الفلتريشن ريت كانت 1.5 قسمناها على 1000 حتى نحولها من اللتر للمتر مكعب او للمتر. في الاي زائد بي في صفر التايم هنا الفلتر فوليوم ما عندنا بعدنا الفلتر ما مستخدمينه نهائيا فهنا صفر صارت لان الفلتر ما مستخدم نهائيا. كذلك صارت 1.3 نفس السرعه فلتريشن ريت على الف في الاي زائد بي في الفوليوم فلترد فوليوم هنا نشوفوا هاي المجموعه كلها حتى نلقى الفلترد فوليوم واللي هي شو تساوي ان السرعه في الزمن ايش قد السرعه سرعه الترشيح 1.5 في الزمن راح نعرف ايش قد الحجم اللي تفلترد في هذا الفلتر. من عندها راح اذا نحلهن انيا ذن المعادلتين راح نحصل الـ A تساوي لنا 200 والـ B راح تساوي لنا 5.14. هسه حصلنا على الـ A والـ B. هسه هو المطلوب بالسؤال كان يريد الـ estimate head loss خمن الـ head loss مباشرة بعد الغسل او بعد 10 ساعات اذا الفلتريشن ريت صارت 2 كانت 1.5 صارت 2. فنجي نطبق نفس المعادلة الـ head loss بالصفر اذا كانت الفلتريشن ريت 2 لان هنا كانت 1.5 راح تساوي لنا الهيد لوس 0.4 هذا اذا كان الفلتريشن ريت 2. الهيد لوس بعد 10 ساعات نفس المعادله نطبقها الاي هي موجوده عندنا 200 والبي موجوده 5.14 وكذلك الحجم الماء المفلتر هو السرعه في الزمن راح نحصل على هيد لوس 1.88. هذا الفرق بين الهيد لوس بعد ما يستخدم الفلتر والهيد لوس لما الفلتر نظيف 100% ما بي اي ملوثات او اي اجزاء عالقه. نقدر نحسب الهيد لوس للفلتر النظيف باستخدام معادله كارمن وروز او تقدر تستخدم هذه المعادله حتى تحسب الهيد لوس للفلتر اثناء الاستخدام. حتى نغسل الفلتر لازم نمر المي باتجاه معاكس اذا كان المي ترشح من الاسفل فيصير بالعكس الى الاعلى بحيث بسرعه معينه بحيث يزداد حجم طبقه الفلتر او الساند بيد 25 ل 40% من سمكها الاصلي. يعني اذا كان سمكها الاصلي متر فالسمك الجديد المفروض بعد الغسل يكون اثناء الغسل يكون من متر وربع الى متر واربعين مقارنه بالسمك الأول. هذا شلون نوصل إلى هذه الزيادة؟ لازم نسلط المي بسرعة معينة حتى تغسل الفلتر. هذه السرعة يمكن نحسبها من هذا القانون سرعة الغسل سرعة مياه الغسل تساوي لنا هذا القانون 0.3682 في ال D60 اس 1.82 في كثافة المي في كثافة الصليد ناقص كثافة المي 0.85 على الزوجة الديناميكية. هذا القانون نقدر نحسب من عنده سرعة غسل المياه. كذلك لازم نحسب تصريف الديسشارج للباكوش قد نحتاج مي حتى نغسل الفلتر. نقدر نحسبها من التصريف يساوي لنا مساحة الفلتر في سرعة الغسل او نقدر نحسبها التصريف يساوي لنا حجم ماء الغسل في الزمن اللي نقدر نستخدمه حتى نغسل الفلتر. الزياده في حجم الفلتر نقدر نحسبها من هذا القانون سمك الطبقه بعد الزياده على السمك الطبقه الاصليه للفلتر تساوي لنا البوروسيتي لطبقه الاصليه على البوروسيتي 0.22 بعد الزيادة بالحجم. البوروسيتي للطبقة الاكسباندد لاير يساوي لنا سرعة الغسل على